لاحظ الرازي هنا ماذا يأتي؟ يأتي بمقدمة وقال في إثبات موجود لا يشار إليه بالحس. بعد هذا يأتي بردود المخالفين، بردود المجسمة والمشبهة. فالمجسمة والمشبهة يقولون لا يوجد موجود لا يشار إليه بالحس، كل موجود يشار إليه بالحس. ما هو الدليل على هذا؟ يقولون يوجد مقدمات وهذه المقدمات بديهية، مقدمة كذا ومقدمة كذا وهذه مقدمات بديهية، مقدمات ضرورية. يأتي الرازي يقول بأن هذه المقدمات التي طرحها التيمية جماعة التوحيد الأسطوري التي طرحها المجسمة الحشوية هي ليست مقدمات بديهية، فلذلك قال فنقول الذي يدل على أن هذه المقدمات ليست بديهية وجوه، الوجه الأول والثاني والثالث والرابع الآن يصل، يهمني أن أذكر الوجه الثامن. يقول الوجه الثامن يقول أن خصومنا لا بد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال. التفت جيدا أن يريد أن يصل، يقول يعني بعد التدرج في الدليل والبرهان يصل إلى هذه النتيجة. يقول إذن لا بد عليهم بناء على ما ذكره هناك، يقول إذن في النتيجة لابد لهم من أن يعترفوا بأنه يوجد شيء على خلاف حكم الحس والخيال. يعني يوجد شيء، إذا نقول بوجود شيء إذا تحقق موجود، وهذا الموجود على خلاف حكم الحس والخيال أي لا يشار إليه، إذا أثبتنا بوجود شيء لا يشار إليه. وأنتم إشكالكم على هذا الأمر، تقولون بأن الجهة لله والحيز لله نقول به، لأنه إذا كان موجودا فتثبت له الجهة، تثبت الإشارة إليه، وإلا فينتفي الوجود. فإذا وجد فهو جسم، وإذا كان جسمين فيشار إليه وله حيز وله جهة. إذن ما دام الله موجودين إذن يشار إليه، إذن يدركه الحس والخيال. الفخر الرازي يتدرج معهم في الدليل والبرهان إلى أن يصل بهم في النتيجة أنه لابد لهم من الاعتراف بوجود شيء لا يشار إليه، بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال. يقول الثامن، الوجه الثامن، أن خصومنا لا بد لهم من الاعتراف بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال، وذلك لأن خصومنا في هذا الباب إما الكرامية أو الحنابلة. الكرامية هم نسخة مطورة من الحنابلة، يعني ابن تيمية يقترب إلى الكرامية، جماعة ابن تيمية يقتربون إلى الكرامية، بل هم كرامية. يعني الآن أنت تعجب لماذا أخذهم الصراخ والعويل والتوحش في قضية رؤيا العين، وهم ليس عندهم أي مشكلة في رؤيا العين في الآخرة، وبكل الأعضاء وبكل الحواس، ولكل الأعضاء ولكل الحواس. سنقرأ هذا إن شاء الله وسنطلع عليه. يقول وذلك لأن خصومنا في هذا الباب أما الكرامية والحنابلة. أما الكرامية فإن إذا قلنا لهم لو كان الله تعالى مشارا إليه بالحس أو بالحس، مشارا إليه بالحس أي بالحواس، بالحس أو بالحس، لو كان الله تعالى مشارا إليه بالحس لكان ذلك الشيء إما أن يكون منقسما فيكون مركبا، وأنتم لا تقولون بذلك. يعني يقول لهم، يقول للكرامية، يقول لهم لو كان الله مشارا إليه بالحس لكان هذا الشيء إما وإما أليف وباء، إما أن يكون هذا الشيء لا يشار إليه إلا إذا كان منقسما فيقول أليف، إما أن يكون منقسما فيكون مركبا، وأنتم لا تقولون بالتركيب. إذن القول بإمكان الإشارة أو بوجود الإشارة أو لابدية الإشارة يستلزم الانقسام والتركيب، وأنتم تنفون الانقسام والتركيب. إذن بهذا التوجه، بهذا الفرع، بهذا الاحتمال يبطل أو تبطل الإشارة، يبطل القول بالإشارة إليه. باء، وإما أن يكون غير منقسم أو يكون غير منقسم، وإما أن يكون غير منقسم فيكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ، وأنتم لا تقولون بذلك، لا تقولون بأن الله
بهذا المستوى من الصغر والحقارة. تعالى الله عما يقول الظالمون المجسمة والمشبهة الكرامية وما يرجع إلى الكرامية من تجسيم. إذن بمعنى يقول بأن القول بأن الله يشار إليه يستلزم محذورين يا كرامية، وأنتم لا تقولون بهذا. يستلزم إما أن تقولوا بأنه منقسم ومركب وأنتم تنفون التركيب لله سبحانه وتعالى، وإما أنه يستلزم أنه غير منقسم لكنه يكون في الصغر والحقارة مثل النقطة التي لا تنقسم ومثل الجزء الذي لا يتجزأ، وأنتم أيضا تنفون هذا الشيء عن الله سبحانه وتعالى. يقول وعند هذا الكلام قالوا، لاحظ الأمانة العلمية، يعني مما يؤخذ أيضا على الرازي وعلى كل عالم كل منصف، وهذا ما شاهدناه عند السيد الصدر الأول قدسة نفسه الزكية، يأتي بي وقلت هذا يأتي بدليل بقول برأي بمحتملات ما يريده الخصم أفضل مما أتى به الخصم بنفسه، وبدرجة أقل الأستاذ الصدر الثاني. أما الآخرون فلا يقارن ما يأتون به وما يفهمون من بحوث بما يفهمه الصدر الأول وبعده الصدر الثاني. إذن هنا يقول عند هذا الكلام قالوا أي الكرامية أنه واحد أي غير منقسم وغير مركب، منزه عن التركيب والتأليف، منزه عن التركيب والتأليف من الأجزاء، ومع هذا فإنه ليس بصغير أو حقير. تعال أفهمني هذه القضية، ماذا تقصد هنا؟ يقول وعند هذا الكلام قالوا أي الكرامية يقولون أنه واحد منزه عن التركيب والتأليف، ومع هذا فإنه ليس بصغير أو حقير. يجيب الرازي يقول ومعلوم أن هذا الذي التزموه مما لا يقبله الحس والخيال، بل لا يقبله العقل أيضا، لا الحواس تقبل هذا ولا الجمع والتركيب بين المحسوسات في الخيال يقبل هذا ولا العقل يقبل هذا. لماذا؟ التفت جيدا. ومعلوم أن هذا الذي التزموه مما لا يقبله الحس والخيال بل لا يقبله العقل أيضا، لأن المشار إليه بحسب الحس أليف وباء، إن حصل له امتداد في الجهات والأحياز كان أحد جانبيه مغايرا للجانب الآخر. إذا صار له امتداد في الجهات يعني يمتد لجهة اليمين ولجهة الشمال، للأمام للخلف للأعلى للأسفل، ولو لجهة واحدة من هذه فصارت له جهة تغير الجهة الأخرى. عنده يمين وهذا اليمين ليس بيسار، عنده أمام والأمام ليس بخلف، عنده فوق والفوق ليس بتحت. هل يعقل أن نقول بأن اليمين هو يسار واليسار هو يمين فتختلط علينا الأمور ونعطل العقول؟ يقول لأن المشار إليه بحسب الحس أليف، إن حصل له امتداد في الجهات والأحياز كان أحد جانبيه مغايرا للجانب الثاني. وهذا لاحظ إذا عنده يمين وعنده شمال إذن صار الانقسام منقسم أو ليس بمنقسم؟ منقسم. عنده يمين وهذا اليمين غير الشمال، عنده يمين واليمين غير الأمام، عنده يمين واليمين غير الفوق. يقول إن حصل له امتداد في الجهات والأحياز كان أحد جانبيه مغيرا للجانب الثاني، وهذا يوجب الانقسام في بديهية العقل. باء وإن لم يحصل له امتداد في شيء من الجهات، لا في اليمين ولا في اليسار ولا في الفوق ولا في التحت، طبعا اليمين واليسار يشمل الأمام والخلف، يعني اتجاه الشاب الأمرد غير الشاب الأمرد بهالاتجاه الاتجاه، فيكون الأمام والخلف عبارة عن يمين وشمال حتى نسهل القضية للتأمية. وإن لم يحصل له امتداد في شيء من الجهات، لا في اليمين ولا في اليسار ولا في الفوق ولا في التحت، كان نقطة غير منقسمة وكان في غاية الصغر والحقارة. وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيمين غير متناهي في الامتداد، التفت جيدا، يعني يريد أن يقول لا يوجد امتداد إلا وأنه يمتد في جهة من الجهات، إذا امتد في جهة من الجهات حصلت القسمة. إذن لا يوجد تمدد ولا امتداد إلا بوجود القسمة، إلا بالتقسيم، ومع عدم التقسيم
يكون في غاية الصغر والحقارة. هذه بديهة العقل، كيف نقول بامتداد الشيء إلا إذا طال بجهة وفي جهة من الجهات أو في كل الجهات، فصارت عنده جهة تختلف عن الجهة الأخرى، صار منقسما. إذا قلت بعدم التقسيم رجعت إلى الصغر والحقارة، في غاية الصغر والحقارة. إذن ما هو الحال؟ يقول وإذا لم يبعد عندهم التزام كونه غير قابل للقسمة مع كونه عظيما غير متناهي في الامتداد، يقولون هكذا كما يقولون الآن التيمية، يقول هكذا هو عنده يد وانتهى الأمر. ما هي اليد؟ ما هي مواصفات اليد؟ اليد تختلف عن باقي الأيدي، سيأتي الكلام عن هذا. الآن تقول لهم، يقول للكرامية وإذا لم يبعد عندكم الالتزام بأنه قابل للقسمة، أنه غير قابل للقسمة ومع هذا هو عظيم غير متناهي في الامتداد، ليس في غاية الصغر والحقارة بل هو عظيم وغير متناهي في الامتداد، مع هذا هو غير منقسم. إذن ماذا نقول لهم؟ إذن تتحدثون عن الرب وعن وجود الرب، إذن تتحدثون عن الرب الموجود الذي هو غير قابل للانقسام، وقلنا غير قابل للانقسام يستلزم عقلا وبديهتين، يستلزم الصغر والحقارة، مع هذا تخالفون بديهة العقل، تخالفون الحس والخيال والعقل، فتقولون بالرغم من أنه غير منقسم لكن يخالف الحس والخيال والعقل فإنه عظيم وغير متناهي في الامتداد. إذن خالفتم الحس والخيال والعقل أم لم تخالفوا؟ نعم خالفتم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن إشكالكم علينا بأنه لا يوجد شيء على خلاف حكم الحس والخيال، نقول أنتم الآن اعترفتم واستلزم الاستدلال معكم إلى الاعتراف والإقرار بوجود شيء على خلاف حكم الحس والخيال وعلى خلاف حكم العقل، إذن إشكالكم علينا باطل وانتهى الأمر.